أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في معنا مجاهر جديد، الأخ زهير من سوريا. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي زهير، تفضل. أهلا بك جان، أهلا بالمستمعين اللي راح يعجبوا كلامي واللي ما راح يعجب كلامي كمان. أنا حاب أمسي على الكل. اسمي زهير، يعني بس دقيقة واحدة، أنا بس عشان الأسئلة. ايه تفضل. طبعا اليوم الحلقة تبعتنا راح تكون عن موضوع الدين، علاقة الدين بالتعليم. نعم والأخ زهير طبعا حضرنا كل شيء وراح يشرح لنا بالتفصيل علاقة الدين نعم نعم بالتعليم. يا ريت أخي نعم زهير، على أول شيء عرف عن نفسك كمان النشأة الدينية اللي نشأت فيه لما كنت نعم مراهقة. تفضل. نعم نعم هلا أنا ولدت بعائلة مسلمة، وما كان يعني عائلة متدينة، عادية مثل أكثر الناس. وبيفكر الواحد، تعرف الأسئلة الطفولية اللي كل الناس سواء المتدينين أو غير متدينين تسأل نفسها: أين الله؟ كيف نشأ الله؟ وين حدود الكون؟ وين بينتهي؟ شو في بعد هناك؟ بيسأل نفس الواحد. وكل إنسان حسب نفسه، حسب تركيبته العقلية، يتم تقبل هاي الأجوبة. فإذا ما تقبلها بتعمل عنده يعني مثل يعني على شكل عقد، بتكون على شكل نقص، لأنه جبل الإنسان على المعرفة، لم يجبل على تلقي القصص الخرافية حتى وإن ادعى أو آمن بها. فبيصير عنده نوع من الانفصام. يعني هلأ يعني مجتمعنا بشكل عام، ممارساته وطقوسه كلها بتختلف كليا عن المعتقدات اللي يدعيها. بالنتيجة المؤمن بيصير بيدافع عن صنم. حتى الأديان مع تطورها قدمت هذا الشيء، فنوصل نحن بالأخير للدين الإسلامي عطى محفزات ومرغبات هي دنيوية بالأصل. يعني مثل لما بنحكي عن الأنهار الجارية والعسل واللبن والخمر، يعني كلها أشياء هي واقعية ولكن بعالم الغيب. هلا بنرجع لنشأة الدينية. مثل ما قلت لك، نحن عائلة كبيرة، نشأنا يعني حتى أبوي يعني ما بيصلي أكثر من إنه بيصلي، وصرت أسأل حالي هالأسئلة هاي. عدت فترة، يمكن كان عمري تقريبا 12 13 سنة، شدني الدين شوي ورحت على الجامع تقريبا شهر فترة رمضان، وما قدرت أكمل لأنه في كتير مواقف للي بيحللها وتحليل واقعي ما راح تعجبه. يعني مثلا لما بسمع أنا خطبة لشيخ بيحكيني عن التقشف، بيحكي لي عن شلون عمر بن الخطاب كان بيربط على بطنه حجار، وبنفس الوقت هو يمكن سيارته بتعيش عيله تقريبا سنه، فمدعي الشيء المفروض انه هو يعمل فيه اولا. وعدم اقناع الامور الغيبيه كمان يعني بيحط شيء، فانا صار عندي مثل نوع من الاهمال من بعده. يعني ما حاولت اني أكون متدين ولا رفضت الدين، يعني مراهق وصار عندي نوع من التأجيل. حاولت أني أخذ الدين كشيء أخلاقي أو أدافع عن الأجزاء الأخلاقية منه. بالأخير اكتشفت حالي أنه أخلاقياتي هي اللي عم تنطق، مو الدين اللي أنا بنتمي له. لما اكتشفت الدكتاتورية هذا الدين وعدم قدرة هاي الشرائع على التطبيق. يعني لما مثلا نقرأ بكتاب التاريخ، خاصة اللي حطت تساؤل كبير قدامي لما حكونا عن العشرة المبشرين بالجنة، وجينا على التاريخ لقينا أنه في مبشر بالجنة طير رقبة مبشر تاني رضي الله عنه، قتل رضي الله عنه. لما صرنا نسأل ببعدونا انه نحن ايش بدنا، لا ما بيصير ايش بدنا، ما هي الدين المزعوم والسنه المزعوم اللي انتم عم تحكوا لنا عنها، هدول هن الناس اللي نقلوا لنا اياها. فكيف يستقيم دين بهكذا تاريخ دموي؟ واستمر التاجيل، يعني استمر تاجيل الحسم بهالموضوع. صرت اقول انه الصراع السياسي ممكن انه يغير من سيروره الدين، ولكن في دين منيح كبذرة. صرنا
يعني فترات الإهمال يعني دائما بتكون صعب إنه الواحد بيكون مقولب بقالب ويخرج منه، يعني ما بيطلع من هالأمور هاي إلا ذو حظ عظيم مثل ما بيذكر القرآن نفسه يعني. صار الواحد يتابع بيفكر إنه طيب كل العالم يعني صار لنا اليوم يمكن 14-15 قرن كل الناس بتسب وبتكفر كل الناس بالطوائف والمذاهب. وفي فكرة جان أنا نسيتها كمان، إنه هي فكرة البحث تنشأ من النفس، من النفس الطيبة يعني، ومنطلق البحث بينطلق من تقبل الآخر. ما دام أنت من زغرك عندك ثقافة تقبل الآخر، إنه ممكن الآخر يكون عنده فكرة إن كان دينية أو غيرها، بتبلش البحث المنطقي. العنصرية دائما بيحطوا أصحاب الديانات والسياسات بيجيشوا العنصرية إذا كانت قومية أو دينية، لحتى بترفض الآخر قدر المستطاع مشان ما بتكتشف، يعني مشان الواحد ما بيكتشف إنه هداك مثلك إن كان هندوسي أو مسيحي أو يهودي، مشان يعني كله عشان بيضل ضمن البوتقة اللي هن سهروك فيها، وهذا بياكل كتير من العمر. هاي يعني بالنسبة لشكوكي. وبالأخير يعني لما قرأت يعني صرت أتسمع على من الشيء من مصدره، صرت أتسمع على المشايخ. طبعا المشايخ أنا من الأساس ما بآمن فيهم، بس بدي أتبع المصادر تبعيتهم. وصرت أفكر أنا لما بيحكوا بالأحاديث الصحيحة كتاب بخاري، تبعت كتاب بخاري لقيت أن بخاري أصلا كان أعمى وعمره كان تقريبا 200 سنة، بعد الرسول اجى بعد الرسول 200 سنة، وظل وجمع 600 ألف حديث ب 16 سنة. لما يعني بعملية حسابية بسيطة طلعت معي انه كل ربع ساعة بزت علينا حديث صحيح، يعني بيعمله صحيح او لا صحيح، يعني 600 ألف كل ربع ساعة بيحط حديث على جنب، واصلا هذا اذا كان موجود يعني. فبدأت الشكوك هون، يعني الواحد نسف السنة، جينا لنقرأ بالقرآن بدنا نستفيد منه شيء. مع البحث يعني أنا من زغري بتسمع لأقوال الفلاسفة ولأقوال كذا، بشوف لها قيمة أكثر من الأقوال اللي أنا بسمعها اللي بينسبوها للرسول. يعني رواية معينة تعطيك فكرة، وكنت أنا بتسمع مثلا على بعض المسرحيات الأجنبية عن الخيانة عن وفي كمان موضوع بأفلام الكرتون 11 رجلا مات من أجل صندوق، جون سيلفر اسمه أو ما بقى أتذكر، مقطوع رجل القرصان حسب ما فهمت أنه كان ملحد يمكن هو. وفي الولد الطيب المتدين لما جاب الحساء صار يضحك عليه هذاك، قال له أنا ضحكت عليك، أصلا هذا وهم العلاج بالشيء، قال له يعني ما أنت قريت عليه أو عملت له شيء سحري أو هيك، قال لا، اللي بيمرض بالوهم بيطيب بالوهم. هذا الولد صغير على اساس مقدمينه بفيلم الكرتون على انه متدين. هاي كلها اشياء تتراكم ممكن تؤجل 10-15 سنه، اما اصير منافق بدافع عن القالب اللي انا لقيت حالي فيه، او بدي اتحرر منه. لما بدي اجي انا اتحرر منه صعب الاقي، يعني صعب الواحد يلاقي حدا بيسمع عليه، لانه تعرف المجتمع الدين هو كل شيء موجود عنده. أي يعني بكل اختصار بالنسبة لشكوكي وشلون يعني عالجته. هلا أنا بتوجه للمؤمنين خاصة، أنا يعني أكيد ما راح أحكي عن ديانة المسيحية لأنه ما بعرف عنها أي شيء، ولكن بالنسبة للمسلمين يعني نحن كل ما بنحط إيدنا على واحد لا يمثل الإسلام، أنا بدي حدا يمثل الإسلام. يعني امبارحة أو من كم يوم شفت البنت اليزيدية لما راحت لعند شيخ الأزهر على أساس أنه عم يقدم نفسه أنه هو الديانة الوسطية، فلو هي بتعرف أو لو قررت أنه تشوف الأزهر إيش عم بيدرس، عم يدرس نفس الأشياء اللي عم تعملها داعش واللي عملتها فيها وبعيلتها وبعشيرتها. ما في حدا وسطي، في حدا مو أخذ الدين على عين الاعتبار، وفي حدا عم يطبق الدين بشكل أو بآخر ولو اختلفت الملل. والاختلاف بين الكيانات السياسية هو اختلاف سياسي بحت، ما هو اختلاف فقهي. يعني هلا بدنا نعرف نحن إيش الاختلاف بين حزب النور السلفي بمصر حزب الإخوان من الناحية الفقهية والتشريعية، ما نون مختلفين على شيء. فأجا حزب النور تعربش مع السيسي، ما بعرف يعني، أنا ما بيهمني إذا كان هو انقلاب أو ثورة، بس بيهمني النتيجة. لا
لما هلا بنشوف حزب النور السلفي داخل بالعملية السياسية بعد ما ارتقى السيسي للحكم، والإخوان يعني تمت محاربتهم. يعني برجع بأكد للناس إنه أنا ما عندي أي موقف سياسي، أفكار إجت براسي وعم أطرحها. فدائما الخلاف هو سياسي منذ الأزل، وأصلا نشأة الأديان هي تطويع سياسي اجتماعي مو أكثر. في أخي زغير، أنت يعني وصلت لمرحلة إنه اقتنعت إنه الدين خرافة والمسائل الغيبية هي كلها خرافة. حاولت تعلن إلحادك للناس حواليك؟ إذا حاولت شو هي الطريقة؟ يعني مرات الواحد بيكون في عنده حسب عشرته مع الناس القريبين له، إذا كان في نوع من الاستيعاب ونوع من الثقافة، وأنا بعيلتي موجود هالشي، فبحاول أحيانا أطرح أفكاري لناس مقربين من أصدقاء من بثق فيهم. ولكن بالنسبة للإعلان على العلن صعب، لأنه خاصة أنا موجود يعني موجود ببيئة متزمتة كتير من الناحية الدينية، صعب يعني، وبخسر أكثر مما بكسب. بس بحس إنه لازم الواحد يعمل أي شيء، يعني مثل اللقاء اللي عم نحكيه الله، يعني بلكي عسى إنه حدا يسمع يحلل. أنا ما بدي حدا يأخذ فكرتي، أنا بدي حدا بس تسمع لي أعبد بقرة ولكن أبعد روثها عني. أنا هي محصولي، يعني هذا اللي بدي إياه. شكرا اخي زهير. في عندي سؤال هون، خليني ندخل بالموضوع. يعني كما هو معروف لدى الجميع ان ماده الديانه تدرس في جميع الدول العربيه الاسلاميه. برايك هل الدين من العلوم التجريبيه التي نستطيع ان نستدل على صحتها بالدليل والتجربه حتى نتمكن من تقديمها للطالب كعلم؟ هلا الدين هو ضمن العلوم الزائفة، يعني هلا اجيب اي مختصين بالعلوم السلوكية والاجتماعية والنفسية بيصنفها ضمن العلوم الزائفة. فحتى بالنسبة للمعالجة النفسية، يعني ممكن الواحد يدخل عليه مرض نتيجة يعني هلا انا لو ما انا معالج نفسي ومقرر انه ولو بيني وبين نفسي مقرر انه الدين خرافي، كنت مرضت او صار عندي او صرت منافق او صارت سلوكياتي. يعني هلا المجتمع بشكل عام، مجتمعنا مجتمع مريض بشكل او باخر، وافعاله حتى قبل الحروب. انا ما بحب اقيس المجتمع على السنين الثلاثه الاربعه اللي مضوا، لا حتى قبل. يعني مثلا بعطيك مثال، انا فوت على جوجل مثلا بمصر، حط حرف صاد الف بيطلع لك صافي ناز، وبنفس الوقت على الفيسبوك بقول لك الحمد لله على نعمه الاسلام، الشعب المصري متدين بالطبع وشعب السوري وكذا. فالعلوم الدينية مضيعة للوقت، مو بس مضيعة، مزدوجة للوقت. يعني بتضيع الوقت من جهة وبتعطل العلوم الثانية من جهة. العلوم التجريبية الدين ضدها بشكل نهائي. يعني من لما بالصف الرابع أعطونا علم، يعني حبوا يحطونا نظرية التطور بشكل لائق، فسموها التكيف. يعني صار يقولوا لنا انه شلون التمساح بيتكيف وطلع له حراشف وما بعرف شلون. صرت افكر انا بنظريه الخلق والنظريه هاي، هل هي صحيحه او يعني صار في انا تعطل فكري من هالناحيه. بالنسبه للاموال اللي تصرف لرجال الدين، والله انا بحب اضرب مثال بسوريا. الله، ماده الديانه ما لها كثير اهميه بالنسبه للمقررات الدراسيه، ولكن المساجد وروح المجتمع اللي بيتسمى على الدين، وحتى من فترة 20-30 سنة كان أصعب من اليوم. يعني كان بيؤمنوا يعني هلا أنا بعتبر الدين خرافي، هن بيؤمنوا بخرافات إضافية للدين بالنسبة للمس. هلا ممكن خف شوي هالموضوع بالعشرة 15 سنة الماضية، ما عاد في الاتجاه الكلي للدين، ولكن ترك أثر نفسي بالنسبة للأجيال. وهذا بده أجيال جيلين ثلاثة لحتى بالاتجاه الصح. طبعا جيلين ثلاثة، يعني من لما نبلش من النقطة أنه نقبل بعضنا بالأول ونتبع العلوم التجريبية، وبعدها إذا أنت بدك تؤمن بدين
ما يعني ما تنطلق من الدين، انا بتحدى اي انسان ياتيني بنظريه علميه اجا منطلقها من كتاب ديني. ولكن اللي عم يصير بعد ما بتكتشف النظريه العلميه بيجيبوا هالنظريه هاي على المخرطه اللي نحن بنسميها الطورنو، بيتم لويها لتتناسب مع النص الديني، وبهالشيء يعني عم يطولوا عمر الدين، والمتلقي ما يعني ما مو انه بيقتنع، ولكن نحن عندنا نحن الصعوبه الموجوده عندنا الاعتزاز القبلي الديني، خليني اسميه بدافع عن وهم هو بيعرف انه وهم. يعني هلا لما مثلا بيجي واحد يحكي لي على الارض ضحاها، او في عالم اغريقي مو بس انه عرف انه الارض مستديره حسب محيط الارض، وما كان عنده وسائل، كان عنده وسائل، هو حط ملاحظه انه بالاسكندريه عمود المعبد بيضل بيوم 21/6 في له ظل، باسوان بيختفي الظل نهائيا فحسب المسافه، وقال لا يمكن انه الارض تكون مسطحه، لو كانت مسطحه ما صار الاختلاف. فبعد 1000 سنه مثلا بيجي كتاب ديني بيعطيك طلاسم، وبنرجع بعد 1500 سنة منقول يعني هذا هراء، هذا هراء. خلينا نجي على العلم التجريبي نخليه لحاله، واللي بده يآمن بأي دين يبعده عن العلم، لأنه لا يمكن أنه يرتقوا سوا، يهدموا بعض، يهدموا بعض العلم والدين، اثنيناتهم بيهدموا بعض، حتى المتدين عم يخسر دينه. بالضبط بالضبط أخي. أي تفضل. هاي من الناحية المصلحية عم بحكي أنا يعني. بس سمح بس قرب الميكروفون على تمك عشان الصوت، لأنه الصوت شوي. إيه نعم إيه نعم. عم أحكي إنه اللي عم يعملوه زيادة دم مو أكتر، يعني التاريخ بده يمشي شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا. مثل ما قلت لك يعني بالنسبة لنا بسوريا الدين ما كان له أهمية بالمؤسسة الرسمية إلا لتمسيح الجوخ بس، يعني لا تقرب وإعطاء شرعية للسلطة مو أكثر. بالمدرسة حتى بالصفوف اللي فيها شهادات ما بيعتمدوا الديانة، ولكن الجوامع مليئة حتى بالنسبة للطرق الصوفية والما بعرف إيش، ويعني في تعلق بالدين بهالموضوع. حتى كانوا جماعة محمد النبهاني بحلب كانوا يعني بيخدعوا أصحابهم، إيش بيقول له؟ كما قال سيدنا محمد وبيسكت، فبيردوا هذوليك بيقولوا صلى الله عليه وسلم، بيرجع هو بيقول النبهاني. والأدهى من هيك انه بيرجعوا تاني مره بيصلوا، يعني بيخليهم بيصلوا على محمد النبهاني تبعه، وكأنه نحن مبسوطين كثير انه في حدا عم يخدعنا. فالجهل بيخليك دائما تلجأ للاشياء السهله التفسير، يعني والدين اسهل شيء انك تفسر الامور بطريقه دينيه، والعالم بتكون مرتاحه والحكومه ماشيه والمشايخ بتقبض مصاري. بالضبط بالضبط. الشعب بيكون مغير وجاهل للاسف يعني. نعم. بين الامم بسبب هالترهات الرهيبه. اخي في عندي سؤال هون بيقول قد يكون البعض كيف يصير سؤال اسف. قد يقول البعض أن تدريس الدين في المدارس ليس أمر سيء وليس له أي أثر سلبي على المجتمع، هل على العكس فهو يعلم الأخلاق والتعايش والإنسانية؟ بماذا ترد على هذه الادعاءات؟ وإذا تم إلغاء مادة الديانة فهل سيعكس هذا الأمر نتائج إيجابية على مجتمعاتنا؟ بالنسبة لتدريس الدين في المدارس في المجتمعات، يعني أثبتت التجربة أنه ما لها أي قيمة. يعني الله حتى نحن ونحن منكون متدينين نحكي بفكرة موضوعية، إيش منقول؟ منقول من الناحية الأخلاقية الواحد ما بيتقبلها، ولكن من الناحية الدينية ممكن يتقبلها. هذا بيدل على تضاد الدين والأخلاق. أنا بعطيك مثال، لما بنحكي نقعد مثلا أنا أو أخوي أو ابن عمي بنحكي على مثلا أنه واحد مات أخوه وتجوز مرته، ايش بنقول نحن؟ بنقول من الناحيه الاخلاقيه الواحد ما بيقبلها، ولكن شرعا بيجوز.
يعني هذا بيثبت انه ليس كل شيء ديني هو اخلاقي. بالنسبه له هلا بتحدى انا اي عالم دين اسلامي انه بيقولنا الحد الادنى للزواج بالنسبه لزواج البنت، بيقول لك شرعا ما في شيء بيحرم زواج القاصر حتى لو كانت رضيعه، ولكن عليها ان تطيق الجماع، يعني انه ما بيعاشرها جنسيا الا تطيق الجماع من الناحيه الفيزيائيه يعني، وكانه الزواج عباره عن تجانس جسدي فقط. فنظريه الاخلاق والدين بنشوف نحن الفلاسفه من اقدم العصور ومنفتش اذا حكوا باخلاقيات او لا، يعني حتى نرجع لفلاسفه الاغريق حكوا عن كل الاخلاقيات ومارسوها للاخلاقيات اللي هن حكوها، مو بس من نظريات، وحتى حطوا نظريات للحكم يعني، وطريقه تحول المجتمعات من نمط حكم لنمط ثاني، يعني هي مثل الحلقه الدائريه يعني من الحكم الملكي لحكم الرعاع مثل ما سماه ارسطو او افلاطون ابا الذكر. ف يعني الدين لم ياتي بشيء جديد، لم ياتي باي شيء جديد. المفكرين وضعوا كل الاسس الاخلاقيه بغض النظر عن صحتها او عدم صحتها، ولكن الدين بيشرع امور لا اخلاقيه بتصير مقدسه، يعني تقديس الشخصيات بيجعل انك انت بتعمل امور لا اخلاقيه حتى نفسيتك لا يمكن ان تقبلها. يعني مثلا حكينا نحن على العبوديه، يعني هلا العبوديه انا بتذكر سنه بالستينات من القرن الماضي لا زال غزو عنزة بمناطقنا كان مستمر، والعبيد وكل العالم للي بيعرف بأرياف حلب والرقة بيسمعوا بمجحم ابن مهيد، وكان عنده العبيد ولا يزالوا في مناطق بحلب العبيد موجودين، بعد تحرروا بفعل إجبار الكفار للمسلمين بالقوانين الدولية. والنصوص الدينية هاي ما دامت موجودة ممكن بعد 1000 سنة ممكن حدا يرجع ينكشف من جديد، مثل ما هلا عم يصير عندنا هون بالنسبة للسبي والاستعباد وتطبيق الشريعة وهالحكيات. ما دام في حدا مؤمن فيه بأي مرحلة فراغ سياسي دائما بيلجأوا للدين، فهذا بيدل على أنه نحن ما في عندنا أخلاقيات ممكن أنه نرتكز إليها، أخلاقيات اجتماعية بالنسبة للجيرة، بالنسبة للإنسانية، بالنسبة للمجتمع بشكل عام، يعني ما في، غير موجودة. والا ما كان صارت الحروب الاجتماعيه هي. هلا بنشوف نحن عدم وجود الاخلاقيات هي مع وجود الدين، يعني بنشوف كل طائفه عم تكفر اختها، يعني بنشوف يمكن بعيله واحده واحد مع الدوله الاسلاميه، واحد مع جبهه النصره، واثنيناتهم اسلاميين وبيحاربوا بعضهم، واثنيناتهم من منطلق ديني. فحتى نظريه يعني ما قدم شيء موحد وما قدم شيء، يعني كلها موجود عباره عن طلاسم لحظيه جاء بها الدين لهالمجتمع علشان يعني مشان يمشي المجتمع بطريقة معينة، أحكام سياسية بطريقة مقدسة. وأنا بستغرب استمرارها لليوم اللي نحن فيه للأسف، يعني للأسف هو استمرار لحد اللحظة هي، هو السيف وليس إلا السيف، يعني وحد وهالمسائل التافهة دلت على شيء تدل على همجية هذا الفكر من الأسف. أخي زهير، في عندي سؤال هون، هل يؤثر تعليم الدين في المدارس على ازدواجية الشخص المسلم؟ لا سيما أن أغلب المناهج الدينية تهتم بإظهار الإسلام بشكل لطيف، ولا تذكر طبعا آيات وأحاديث القتل والإرهاب وآيات النكاح والجنس والعقوبات الشرعية لا إنسانية كالرجل المقطع الأيدي والأرجل. نعم أكيد أكيد، يعني هلا نحن كنا ندرس مثلا من غش ليس منا، وكأنه شيء جديد، يعني أنه الغش كان كويس والعالم بتشرعه فاجأ، أو حرمت عليكم أخواتكم، يعني كأنه لما نزلت هالآية هي كل مين نايم مع أخته، يعني ما بعرف، يعني هلا كثير عم يتهم مثلا اللادينيين والملحدين بأنه بدهم يتنصلوا من الشرائع، ويعني وكأنه الشرائع ما أتت بها إلى الأديان. يعني فأول سؤال بينسأل، يعني حتى من شيخ أزهر كان عم يحكي مع واحد ملحد قال له تسمح لي أنام مع أختك، يعني هذا هو مفهومه للفكر اللي يفكر فيه الشخص اللي أمامه بدون أي خجل أو أي احترام، أو يعني لأنه هن ثقافتهم ودينهم
بهالاتجاه فقط، فأول ما بيفكروا به هذا الشيء، ما عندهم يعني إنهم مثل ما هن وجدوا في ناس غيرهم موجودين، مثل ما هن بيفكروا في ناس غيرهم بيفكروا بطريقة مختلفة. ف يعني إشباع الشخص من لما كان صغير بالأمور الدينية يعني بيعمل سلوكيات مضطربة، لأن تتنافى أصلا مع العقلية البشرية ومع النفس البشرية. لما بتكون الأوامر والزواجر والنواهي بدون مبرر عقلي، بيعيش الإنسان بصراع داخلي. فهالشيء هذا ينتج مجتمع مريض، مجتمع مريض مريض، أو وأعني هالكلمة، كلمة مريض بمعنى الكلمة، يعني ما تعبير مجازي. والموضوع الديني لما بينشأ الإنسان بيتم اختيار دين له من لما بيكون صغير. يعني لما الواحد يتعمد بالكنيسة، ما بعرف بأي عمر، أو الواحد لما بتخلفه أمه بيأدنوا له بإذنه، خلاص صار مسلم يعني مثل الختم. فهذا منافي أصلا، يعني منافي لفكرة اعتناق العقيدة بذاته. يعني الإنسان شلون بده يعتنق عقيدة هو أصلا لا يفقه شيء. فأنا أفضل أنه يدرس تاريخ الأديان من عمر 15 وأكثر، ويتم يعني الدين لا يمكن أنه يتم إلغاؤه بطريقة دكتاتورية، لأنه فيه له ردود عكسية، خاصة من مجتمعاتنا الضعيفة، يعني خاصة من مجتمعاتنا الضعيفة من الناحية العسكرية والسياسية، فبتعمل اضطرابات أكثر. فالوعي المستمر بين جيل وآخر، ونحن هلا بفترة عم تفضح كل شيء، يعني فترة نضح ما يحتويه هذا المجتمع من سلوكيات إيجابية أو سلبية. يعني فترات الفوضى تظهر كل مجتمع على حقيقته. كثير عالم حتى من المسلمين ما كانوا بيعرفوا حقيقة إسلامهم، ما كانوا بيعرفوا حقيقة إسلامهم. يعني من الأشياء اللي اليوم عم تنطرح من يفكروها أنه عبارة عن تحريف أو عبارة عن تأويل نصوص، أو صعوبة التعامل مع النص الديني من أساسها هي تنفيه. يعني صعوبة التعامل مع النص الديني والاختلاف عليه تنفيه. يعني أنا إذا بدي أجي مع المسلم واتماشى معه بفكرته بتطبيق الشريعة، كيف لي أن أطبق شريعة لم يستطيع تطبيقها حتى صحابة محمد؟ يعني هن نفسهم بيناقضوا نفسهم، ويستمر الهراء. ما بعرف يعني المخرج شلون بده يكون. عم ندفع ثمن ولسه بدنا ندفع ثمن. الأجيال المتعاقبة هي اللي بتصحح الموضوع، بس نحن في عندنا مشكلة إنه البعد يعني صار، يعني بالنسبة لركب الحضارة صار في بينه وبين الحضارة الغربية مسافة تقريبا مثل المسافة بين المجرات. يعني هلا انا لما بتفرج على فيلم يعني من 1960 للبحث العلمي اللي كان بيصير، لحد الان ما موجود عندنا. يعني مثلا طفل الانبوب هن من 1970 حكوا فيه، ونحن على صرنا نأول هو حلال ولا حرام. تخيل معي جان، يعني انا بتذكر لما كان عمري 6 سنين بيجي ابوي بيقول لنا التلفزيون حرام، والله هيك قال الشيخ. طيب وبنفس اللحظة أنا عم أتفرج على التلفزيون وعم أشوف شيخ بقلب التلفزيون. يعني قمة المرض. يعني ما عدنا يعني حتى الدين بهالطريقة يحرف العقل عن أنه يستوعب الأمور. يعني يبلش المرض من الطفولة. الإنسان بيضيع عمره إما متبع لهالخرافة أو باحث عن الحقيقة. يعني لما بيصير عمر 31 يكون مخه مشغول بين الأوامر والزواجر والنواهي، بدل ما بيتعلم شغلة مضبوطة عم يضيع عمره هباء. طاقات الشباب كلها عم تروح هدر.
والامور اللي نحن بندعي انها محرمه كلها عم نعملها بالسر، كلها عم نعملها بالسر. الانسان المتدين يحرم الشيء بالعلن وبيساويه بالسر. انا بعرف ناس كانوا بيشربوا الخمر وبيروحوا على الجوامع، وبعرف شخص راح الجامع حتى وهو سكران، يعني عمل بسنة الوليد بن عقبة لما صلى بالعالم 4 ركعات الفجر وقال لهم إذا بدكم أصلي أكثر من هيك. كل مجتمع يجب أن ينظر لنفسه شلون عايش، يعني حتى المعايير الأخلاقية تشوهت عدنا. يعني نجي منقول نحن الحمد لله على نعمة الإسلام، طيب ليش نحن متأخرين؟ يعني سبب هالتخلف ايش هو؟ لان ما عم نطبق الدين الصحيح. لك خيو احكي لي الحمد لله على نعمة الاسلام ولا انت ما عم تطبق الاسلام؟ بدي افهم. للاسف هي المعايير، يعني معايير مغلوطة بالمرة. الواحد ينطق بالشيء وهو لا يدري، يعني يهرف بما لا يعرف. يعني انا بدي اعرف انت عم تحمد ربك على اي اسلام؟ على التخلف اللي نحن فيه؟ لا، لو نحن بنطبق الاسلام المضبوط بيجي لك واحد بيقول لك لو بنرجع لزمن السيف. لك اي زمن سيف؟ هل يعني شو يعني ايش وضع امه احسن شيء تطمح له الرجوع الى الماضي؟ صحيح. حتى بدون معرفه للماضي، يعني بيتغنوا بالدوله العثمانيه وما بيعرفوا انه كل سلاطين، يعني اذا ما كلهم 90% منهم، الواحد منهم ما صار سلطان الا قتل اخوه واولاده وابوه. يتغنى بأمجاد زائفة، ما عم نفصل بين يعني منقيس مجد الإسلام على الرقعة الأرضية، إنه شوف العثمانيين وصلوا لنص إيران من ناحية الشرق ووصلوا للنمسا من ناحية الغرب، فكان مجد الإسلام. نرجع بنحكي والله الحضارة الإسلامية على زمن العباسيين ما كلهم كانت كاسي وكاسك وطاسي وغلمان وجواري، من هارون الرشيد للمأمون لغيره، وما والعلوم اللي جابوا جمال محملة من البلاد الثانية وتعبوا. وأنا بحسب لهم هالشي، يعني أنه بيوم الأيام عملوا علم بس ما يعني كانت العلوم نخبوية. أما المجتمع الإسلامي ما ارتقى إلى الإنسانية اللي نحن بنطمح لها أبداً، كانت علوم نخبوية بيتغنوا فيها على أساس إنها إسلامية. لما منراجع تاريخ الناس هذول اللي نهضوا بهي الحضارة بنشوف كلهم تم تكفيرهم، من ابن المقفع اللي قطعوا لحمه قدامه وشووا له إياه وطعموا إياه، لا ابن سينا اللي بكفروا، لا ابن حيان، لا الرازي، لا ابن النفيس، ابن الهيثم، كلهم تم تكفيرهم من بعد. وحتى كانوا يعتبروا الكيمياء سحر، الكيمياء سحر. اذا بدنا للاسف اخي، يعني الاسلام الدين الاسلامي جعل الناس منافقين بشخصيتين، كل انسان يحوي شخصيتين في داخله، يعني نفاق نعم شيزوفرينيا، يعني شيزوفرينيا مثل الدكتور جيكل ومستر هايد. هاي روايه لشخص كيوت بنهار ووحش بالليل. وحتى بالواقع يعني انا هلا لو بحكي افكاري هاي قدام شخص مثقف مؤمن، مثقف ومؤمن وإنسان طيب وراقي، بصير متوحش قدامي إذا بدي أحكي له الشيء اللي عم أحكيه قدامك الله. يعني ولما بيكون مسلم عم يحكي مع مسلم بيقول لك لا الدين الإسلامي سمح ولا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. طيب خليني أقول لك أنا ما بأمن بهالدين هذا، بيسحب السيف علي. نحن لسه بمرحلة ما عم نقدر ننكر السنة. تخيل يعني هلا انا خليني بس احكي قدام واحد بقول له صحيح البخاري ما انه مزبوط، بيفتح عيونه علي بقول لي يعني انت ما بتامن بالحديث كفرت. لسه نحن بمراحل متاخره جدا من نقد هذا الموروث الديني. اسلام البحيري كلياتنا بنعرفه جاء اجى ليجمل لكم دينكم حتى يستمر، يعني عطاه حقنه منشطات زتوه بالسجن. اي واحد عم يحاول اصلاح الديني من الداخل عم يطلعوا له بحديث الرويبضه، انه ياتي زمان يتكلم الرويبضه يعني التهجم من اسلوب
العرب والمسلمين يعني من قبل الإسلام وما بعد الإسلام التهجم، تهجم على خصمك يعني أنت على حق. هلا حتى لما نحكي مثلا بالجروبات هون بيجي واحد مثلا بيضيع، بيجي بيقول لك نظرية التطور كذب. طيب يا أخي، نظرية التطور كذب، وهل كذب نظرية التطور يثبت نبوة محمد؟ بكل يعني تأكيد لا، يعني بكل تأكيد لا. ايه، أو يعني شيء هذا مهم. ايه، هذا غرور، غرور يعني غرور الإنسان يعميل لدرجة عدم حتى التفكير. شوف الإنسان بمجتمعنا لا يتكلم إلا بالهراء. نحن بدنا جملة مفيدة، بدنا جملة مفيدة. أنا اليوم إذا آمنت أيها الشخص، أيها الشخص اللي أيا كان دينك، بإلهك، هل الإله الذي سيحاسبني أنني لم أؤمن بشخص أنه رسوله منذ 1400 سنة، أو ما آمنت بهالإله أنه نزل لعندي على الأرض حسب المسيحيين من 2000 سنة؟ بكفي هراء، خلينا نعرف نعيش مع بعض. صحيح صحيح، للأسف يا أبو آمن، آمن بدينك، آمن بدينك وخليني بحالي، خلينا نتطور. روح اعبد ربك بأي مكان بدك إياه، بالمطبخ، بالجامع، بالكنيسة، بس خلينا، بس لا تنظرني بالنظرة الفوقية. بمجرد إنه حدا قاتل في سبيل دفاع عن دينه، يعني دينه عبارة عن هراء. هذا موضوع منطقي، ما هو يعني تهجم على الدين، أو أنا ما عندي أي مشكلة اعبد اللي بدك إياه. بس يا أخي خلينا نعرف نعيش، افصال العلم، افصال الإنسانية عن الدين. هي الديانات لم تأتي بجديد، حتى وإن أنت ما قدرت تتنازل عن أنها هراء وباطل، حتى لو أنت قنعت أنها صح. أعطني شيء جاء به الدين، لم يأتي به ناس لم يدعوا النبوة. صحيح صحيح، للأسف يعني مثل ما قلت، الإسلام جعل الإنسان منافق. نعم، بالنسبة لإسلام البحيري، يعني أنا كتبت على الفيسبوك عندي، يعني إسلام نعم، البحيري حاول يصنع من الحل من الزبالة يصنع حلوى. للأسف وما الزبالة بيخلوه. تبقى زبالة، يعني مهما حاول مهما جه. الإسلام لا، المستحيل إصلاحه. الإسلام تأخذه، الإسلام تأخذه هكذا، هذا هو الإسلام. طيب أخي، نعم، في عندي سؤال هون بيقول: ما هو تفضل. التأثير الذي تتركه النصوص على شخصية المسلم، وخصوصا أن أغلبها نصوص متناقضة؟ يعني مثلا سورة الكافرون التي تتحدث عن حرية الإيمان، وبنفس الوقت نعم، أكثر من 20 آية تأمر بقتل كل شخص غير مسلم، مثال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله نعم، إلى آخره، يعني إلى آخر ذلك. نعم، نعم، تفضل. نعم، يعني نعم. هذا يعني كثير هون على الفيسبوك شبهوه بالبوفيه، كل يأخذ ما يريد. دائما بيقول لك على انه ايه، النص ما في مشكلة، المشكلة بالتطبيق. انا ما بيهمني لا نص ولا تطبيق، بيهمني طبق هالشيء لا اعرفه ايش هو، هاي مشكلتك. ف اي التضارب النصوص بيعطي ثقافة التبرير. يعني بيجي بيقول لك يمكن هذا بمكان معين، ما هو حكم؟ طيب إذا ما هو حكم أبدي، يعني دينك كله إجا بلحظة معينة، خليه بزمانه. فأي حجج منطقية تساق تواجه دائما، توصل لمرحلة إلى الشتائم. يعني المشكلة إنه ما عم يقدر يستوعب الإنسان المتدين إنه مرحلة الدين اللي لا زال يعتنق بهذا اليوم، بغض النظر إذا كان المجتمع بهذاك الزمان بحاجة إلها ولا لا، عفى عليها الزمان. اليوم نحن قدام أسئلة كبيرة لا يمكن لهذا الموروث الديني إنه يجاوب عنها. بالنسبة للمجتمع المدني، بالنسبة لحقوق الإنسان، كلمة حرية أنا ما بتذكر إنها موجودة بالدين الإسلامي. كلمة عبد وأمة موجودة بكثرة، كلمة حرية تجي دائما مع المنة. يعني إذا
تمنن تعتق شخص انت كنت مستعبده وكانه لك الحق، وهو هذا ما يحصل. ما يحصل يعني عم احكي انا مع شخص مقرب الي عن موضوع الغزو والاستعباد، اجى عم يحكي لي يمكن بزمن معين كان مقبول. طيب اذا بزمن معين كان يمارس، طيب مو المفروض انه اللي بيجي بالقيم الدينيه الاخلاقيه انه يبطل هذا الموضوع؟ يعني من المفترض، ما من المفترض انه الدين يجي يتماشى مع العادات والاعراف اللي المفروض كانوا بيسموها جاهليه. فاي انسان بينظر بموضوعيه لهالموروث بيشوف انه هو يعني لا يتماشى، يعني بيشعر المفروض بالعار من انه نفسه هو عم يتبع هذا الارث القديم واللي ما بيعرف اصلا وين مصدره. هل يعلم المسلم مثلا انه على زمن معاوية تم سك عملة عليها الشمعدان اليهودي؟ هل يعلم انه على زمن عبد الملك ابن مروان تم سك عملة عليها صليب ومكتوب عليها محمد رسول الله؟ نحن ما بنقرأ نؤمن بالشيء بدون انه نعلم من اين مصدره. نؤمن بشخصيات وجدت او لم توجد. ما دائما التاريخ بدك، يعني انت بتؤمن بدين، الدين موجود بتاريخك، فبدك تبحث بالتاريخ وجود هالشخصيات. اول شيء بدك تبحث عن وجود هالشخصيات وعن المصادر التاريخية التي تؤرخ لهذه الشخصيات. فدائما يعني حتى بالتاريخ الإسلامي لحد الآن في نقاط مبهمة لم يتم تفسيرها بشكل علمي تاريخي حقيقي. يعني لما يجي الإنسان مثلا بيحكي عن القرآن بيقول لك مثلا نسخوه بالسنة الفلانية كان محفوظ في الصدور، هل قبل أن يؤمن المسلم بهذا الدين سأل نفسه أنه لما بيكون 100 أو 200 أو 300 شخص حافظين نص ديني، هل من المنطقي والواقعي أنه تتطابق هذه النصوص مع بعضها؟ هذا النقد التاريخي الموضوعي. هل في ظل السلطة غاشمة وفي ظل هذا الدم أنه يأتيك دين صالح ويمكن أنه تتبع الشريعة إلى الأبد؟ هل من الممكن أنه الإله الذي تؤمن به أن يرسل لك رسول لك أنت فقط؟ يعني هذا حتى إذا بدك تأخذ من نظرية الإله، الإله يرسل رسول إلى الجزيرة العربية بشريعة معينة. طيب البشر التانين ما هن المفروض كمان يعني لازم بيكونوا بحاجة لها الشريعة؟ ما هي هذه الشريعة التي تنطلق من مكان تحتاج لـ200 سنة لتصل لبشر آخرين؟ هل هذا من العدل؟ كثير من الأسئلة لازم يجاوب عليها الإنسان قبل أن يؤمن بأي شيء، بغض النظر إن كان دين أو علم أو والفرق بين العلم والدين إنه هلأ أنا ممكن أؤمن بنظرية علمية، ثاني يوم بشوف إنه خطأ ما عندي مشكلة، كنت على خطأ واليوم تصححت خطأي، لكن الدين غير قادر على أن يصلح ذاته لأنه مقدس. هذه الإشكالية اللي بتحط الإنسان بالإيدين والنظريات وبيضطر إنه يلجأ للهراء اللي عم نشوفه اللي بيسموه الإعجاز العلمي، حتى وصلوا لدرجة إنه بيفسروا ضراط الشيطان على إنه بيشبهه بالطائرة النفاثة. خلي يشوف الكيالي إيش عم يحكي، إذا نودي للصلاة يدبر الشيطان وله ضراط. الضراط يعني طائرة نفاثة يا رجل، للي بيسمع هيك كلام أنا عم أسمع وخجلت مع أني ما بآمن بهالشيء، وعم أسمع وخجلت من المجتمع اللي أنا عايش فيه. يا من تتكلم ألا تستحي، يا من تسمع ولا ترشفه على 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 وجهه بحذاء. ما يعني المفروض الإنسان بيستحي بيكون عنده إنسانية. ما يعني وصلنا لمرحلة أكثر من أن صرنا أضحوكة، أكثر من أن صرنا أضحوكة. نحن بكل معنى الكلمة، بغض النظر يعني
عن يعني هلا الدين مشكله من المشاكل وهي العائق الرئيسي امام تطورنا، وفي امور ثانيه نحن عندنا مواريث اجتماعيه عرجاء لها علاقه بالدين او ما لها علاقه لازم نحلها. ولكن مجرد اعتقاد انسان بخرافه يمنعه انه بيفكر بعقلانيه وموضوعيه حتى بالامور العلميه، حتى بالامور العلميه. يعني اول شيء نحن مثلا لما بيحكوا عن طفل الانابيب صرنا نسال حالنا بدل ما بنشوف اذا بيزبط ولا ما بيزبط، حلال ولا حرام، هل يجوز انه الشخص يتبرع بكلته، بده 500 فتوى، بدي افوت انا برجلي اليمين على التواليت ولا باليسار، ولما اطلع براسي ولا باذني، ولا بطلع هيك سوي بوجهي ولا لورا، يعني امور قمه في الهراء والمسخره. للاسف يعني نحن يتحكمون فينا مجموعه بهاليل يعني لا يفقهون شيء في الدنيا، وكل ما قرأوه دوم البعير وزعاق الحمير وهالحكي الفاضي هذا اللي للاسف دمرنا. والحب السوداء والسواك. بالضبط. اخي في عندي سؤال هون، هل هناك علاقه بين تقديس الدنيا التاريخيه وبين تشوه الاخلاق الانسانيه فعلا؟ يعني مثلا خليني اعطيك مثال، مثلا خالد بن الوليد المسلمين يقدسونه بكل معنى الكلمه. ذلك اذا بتجي تقرا مثلا تاريخه وشو عمل، يعني جرائم فظع على الرجل. نعم وبيتكلموا عليها بكل فخر. يعني انا بس ليا واحده، هل هناك علاقه بين التشوهات الاخلاقيه الموجوده عندنا بالاحرى، يعني الاخلاق المحوه راسا على عقب، هل لها علاقه بهذه الشخصيات مثل خالد بن الوليد ومحمد ذات نفسه؟ يعني تفضل. نعم هلا على سيره خالد بن الوليد مثلا، خلي دوروا على اليوتيوب على في شيخ ما بعرف ايش اسمه قطع راس مالك بن نويرة ووضعه في قدر، او وضعه تحت القدر ما بعرف، غلاه بمي واكله هو واصحابه، او حطه تحت القدر وحرقه، واصطفى زوجته بقت بتاعته، بيقول لك هيك بايده بقت بتاعته، وعم يحكي بكل فخر واعتزاز. نحن يعني كبشر هل نقبل بهذا الشيء؟ بقت بتاعته يعني قتله وزنى بزوجته. نحن هون بدنا نفكر منقول الغزو البربري المغولي، غزو المغول، منقول فتوحات خالد ابن الوليد وهي نفس الشيء، ما في اي مشكله. نجي منقول مثلا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق ام قرفه وسمل اعينهم وقطع ايديهم وارجلهم عن خلاف ورماهم في الحره صلى الله عليه وسلم، يعني تتلفظ بجرائم وتصلي وتسلم على صاحبها، اي تشوه بعد هذا؟ وتنسبها الى الله الخالق الذي تعتقد انه خلقك لتعبده وارسل لك هذا الرسول رحمه، انتبه رحمه، يعني بيجي واحد بكل بجاحة ووقاحة بيقول لك والله بعث رحمة بالسيف، السيف رحمة؟ مضحك يعني مبررات، يعني بيقول لك هو ما قاتل، يعني هو ما في نقطة. أنا بس بدي أتكلم فيها عن الإجبار على الإسلام، يعني الله دائما بيقول لك أكيد إنه مثلا هو ما أجبر حدا، أو أي حدا ما أجبر حدا على اعتناق الدين. الإجبار أكيد ما هو ما راح يحط السيف على زلعوم أي واحد بيقول له صير مسلم، ما هو هي الطريقة. لما بيجي غازي يغزو شعب وبيعطي الأولوية للمسلم وبيجبر الشخص الثاني وبيعامله كحقير، أكيد جيل ورا جيل راح يعتنق الإسلام هو أو أولاده أو حدا مشان يحمي حاله. وعنا نحن مثال بسوريا، أنا بعطيك مثال على مد البعث، يعني هلا أكيد البعث
حزب البعث ما اجى على كل شخص قال له صير بعثي غصبا عنك، بس لما بتشوف اللي موظف ما بيتوظف الا اذا كان بعثي. المناهج الدراسيه كلها بتحكي عن عروبه وعن البعث. العضو العامل والعضو النصير ما بعرف ايش. فاخر شيء صارت سوريا كلهم بعثيين خلال 30 سنه بس. ابوي صار بعثي وما اجى حط المسدس بخصره قال له صير بعثي، ولكن المضايقات اللي بتصير بالشغل بالمجتمع مشان يحفظ نفسه اخر شيء يعني ايش ما عمل بيقول لك بعثي انا ممكن بيصير واسطه او هيك. والاسلام كمان بنفس الطريقه يعني تم نشره بمناطقنا هون. بالضبط بالضبط. للاسف للاسف اخي هو الموضوع طويل بصراحه يعني. خلينا بس نرجع لموضوع الالحاد. انت كشخص زهير يعني شو بتريد من اجهار الحادك؟ شو الغايه مثلا من اجهار الحادك؟ شو الاهميه؟ خلينا نقول تفضل. انا عندي اول شيء انا لاني ما بحب انافق حابب احكي اللي بداخلي وارتاح مثل ما اي انسان يعني مثل ما المسلم بمجتمعه هون بيعبر عن كل شيء يعني بيروح على المسجد هو مرتاح بيرجع من المسجد هو مرتاح ما حدا بيقول له وين رايح. انا ما يعني ما عم اقول له انه هذا دينك وراء وين عم تروح وين عم تجي ما عم اتعرض له باي شيء. انا بدي انه هالانسان هذا بيعاملني بنفس الطريقه مو اكثر يعني. والشيء الثاني بحب انه عندي هالشيء اللي بداخلي هذا حاب انه الناس تسمعه ممكن في شيء بيستفيدوا منه. فعدم قدرتي على قول ما اعتقد يعني بحطهم هن على المحك يعني. انا ما عندي مشكله يعني بالاخير عايش قناعتي، بس اذا بقدر احكي اللي براسي يعني. دائما انا هون عايش بمجتمع عم يحكي لي على شغلات انا لا اؤمن بها وعايش بالظلم يعني حاسس بالظلم. يا ريت انه بس هالانسان المؤمن خلي يعبد اي شيء هو بيؤمن فيه وبيترك الثاني، واذا هو خايف منه خلي يراجع دينه وصحة دينه، لانه مجرد الخوف من افكار حدا ثاني لازم يخلي يراجع معتقداته. بالضبط بالضبط. يعني للاسف هو دين هراء يعني. انا اريد ان اقول لهم ان دينهم هراء، لان هذا الهراء ليس فقط انه هراء للهراء، هو هراء يدمرنا للاسف يعني دمرنا ودمر مسلمنا. نعم نعم. طيب يعني شو بتقول للناس اللي متردده في اجهار الحادهم وهل تشجعهم؟ والله بقول لهم انه حسب ما مسمي برنامجك جان، من استطاع اليه سبيله. انا هلا ما لا استطيع اليه سبيله، فخليت شخصيتي يعني نوعا ما تكتمت عليها. اللي بيستطيع خلي يجهر بما يعتقد، وخلي يكون يعامل اي انسان مثل ما بيحب انه يعامل. يعني مثل ما قلت لك انا بدي انه احكي ما اعتقد بدون ما حدا يتعرض لي. هو نفس الشيء المفروض يتعامل مثل ما بيطلب من الناس انه يعاملوه، ومو ضروري يعني الناس المضيق عليه مثلي انا مو ضروري انه يخاطر بنفسه، ولكن وكمان نفس الوقت مو ضروري انه يضل ساكت نهائيا. انا هلا بالنسبه للمقربين اللي بقدر اني احكي لهم عم احكي، بالنسبه للي ما بقدر عم بطرح اسئله بناقشهم بمواضيع ضمن حدود دينهم يعني بشرح لهم تناقضات ما يعتقدوا به. فكل انسان عنده شيء ممكن انه يقدمه يعني، واللي بيقدر انصح الناس انه اي حدا بيقدر المفروض انه ما بيقصر يعني. هاي مسؤوليه. انا يعني حبيت اني اشارك بالبرنامج من منطلق المسؤوليه، مشان لما الواحد بيموت وهو مرتاح انه ما انه رايح على مزبله التاريخ، لانه بده يجي يوم بده تجي اجيال ستقف على مقابرنا وتحاسبنا. صحيح. وتحاسبنا ماذا فعلنا بهذا التاريخ وهذه القرون
وهذه مئات السنين اللي راحت هدر، اللي راحت هدر، كلها صراعات سياسية ودينية واجتماعية، وكلها نتيجة الهراء خاصة بمجتمعنا. والمشكلة جان انه نحن قدامنا فرصة كان انه نتعلم من تجارب الاخرين، ولكن نحن عقولنا عصية على التعلم. يعني اكبر، يعني كل العالم مرت بهالمراحل اللي نحن فيها، مثل اوروبا، يعني تخيل من 500 سنة لما بيموت 10 او 15 مليون شخص نتيجة حروب دينية. يعني هالحروب الدينية لو بتصير هلا باوروبا كان ماتوا يمكن كل اوروبا فنت بعضها. يعني حجم الدم قدامنا عم ندرسه بالمدارس ونسمع عنه. المشكلة نحن كمان جبنا هالتاريخ هاد طوعناه، صرنا منعير فيه الأوروبيين اليوم. لك يا أخي الأوروبيين كبوا وراهم، كبوا وراهم. اليوم الحرب العالمية الثانية اللي ما لها دخل بالدين يعني، واللي هي غلطة كبيرة، وشلون هتلر طلع أصلاً أنا ما بعرف، يعني عم يدفعوا ثمنها لحد الآن مستعمرين من أمريكا، وهن عارفين هذا الشيء، هن عارفين هذا الشيء. يعني هالغلطة هي اللي ارتكبوها، فظلوا مئات السنين بيطحنوا بعضهم بين بروتستانت وكاثوليك وما بعرف ايش يعني. وهالشيء هذا عم ندرسه بالمدارس. انا عتبي مو على الجيل الماضي الامي اللي ما عرف شيء، لما بيطلع لك دكتور جامعة دارس كل هالامور هاي، واخر الشيء لما بتقرب عليه بتشوفهم كأنه ما تعلم شيء، يعني كأنه عاش بحظيرة أو تعلم بزريبة، ما تعلم بجامعة. تخيل جان من فترة سنتين تقريبا عم أحكي مع طالب جامعة، عم أحكي له مع الحرية، ولا يقول لي الحرية يعني بدك تمشي بالشارع بالزلط؟ هو طالب جامعة يا حيف على الجامعة اللي يعني. درسته، يا حيف على كل حال. نعم نعم هي المشكلة يعني. أنت كزهير، يعني شو رؤيتك للمستقبل؟ المستقبل الحراك اللي هلا مثلا موجود على فيسبوك، حراك الموجودين على انا الموجودين. يعني شو رؤيتك لمستقبلهم ل 10 15 سنة قادمة؟ تفضل. انا اللي عم شوفه انه بالنسبه لل10 15 سنه الجايه نظره سياسيه، هي لانه دائما السياسه اللي بتتحكم بالامور ونحن الحلقه الاضعف فيها. فانا شايف انه بدنا نضل بصراعات ولو داخليه، يعني مثل افغانستان اللي اليوم صار له 30 سنه لهلا ما استقر فيها الوضع. بدنا نضل فايتين بصراعات ونصفي بعض لاخر شيء لندرك الحقيقه، ندرك حقيقه العلم وحقيقه القانون وحقيقه فهم الانسان لطبيعته الانسانيه وشلون لازم يعيش. وما دام انا حسب نظرتي، ولو انه تكون نظره هيك يعني ما بعرف، بس ما دام في نفط بدول الخليج بده يضل هذا الشيء، لانه الطقم السياسيه الحاكمه بامريكا وباوروبا ما في قرار سياسي لحسم هالصراعات هاي بالشرق الاوسط. وانا بلوم المجتمع الاوروبي، المجتمع الاوروبي اللي عانى لقرون، واليوم عم يشوف قدامه هالناس هدول نتيجة سياسات حكامهم. وصلنا لهالمرحلة من دعم الطغاة ل 50 او 60 سنة، واللي وصلونا لهالمرحلة هاي وهن ساكتين. يعني دائما نحن مثلا ننتقد المجتمعات العربية انه ليش، طيب اذا انتوا عم تقولوا داعش ما بتمثل الاسلام ليش ما بتنتفضوا ضده؟ كمان انا بلوم المجتمع الغربي انه نحن عندنا كم هائل من الجهل مغيبنا وما عم نفهم شيء. طيب انتوا يا اوروبيين اللي كلكم دارسين ومتعلمين وفهمانين، وليش هالتغييب هاد وما بتضغطوا على حكوماتكم لانهاء هي الصراعات باي طريقة؟ لانه عم تأثر حتى عليهم هن. يعني انا عم بحس بال20 30 سنة الماضية حتى المجتمعات الاوروبية عم تخسر حرياتها، صار المجتمع الاوروبي بيميل للامن على حساب الحرية، وهذا نذير خطر. انا بخاف انه حتى المجتمعات الحضارات القائمه اليوم ان بيصير فيها نوع من النخر العنصري والطائفي وبتفوت بصراعات. فاذا صار هالشيء هاد نحن صراعنا بده يكون اكيد اطول، لانه عندنا كم من الجهل المركب والمتراكم اكثر. ما بعرف يعني للمستقبل ايش المستقبل البعيد، بس انا عم شوف انه بدنا ندفع لسه ثمن اكثر، وهي مجرد بدايه. ما بعرف بالضبط، ما بعرف، بس إذا ما صار قرار سياسي من الدول القوية المتحكمة بهالأمور هاي ما راح نشوف خير.
لازم توعيت. يعني انا ما بعرف شلون الواحد بده يوصل هالفكره هاي بالنسبه للمغتربين العرب اللي بيدركوا اسباب الانحطاط اللي نحن فيه، وبيدركوا دور المجتمعات المتحضره انها تساهم بنشلنا من هالصراعات هاي لمصلحتهم، يعني حتى فيها مصلحه سياسيه انه يسوقوا لهالفكره هاي بالبلدان الغربيه. انا بعرف مثلا مثل الاستاذ حامد عبد الصمد، شاب مصري عنده برنامج على اليوتيوب اسبوعي وعم يقدم اداء بالمانيا، عم يعرف على الصوره الحقيقيه للاسلام وعلى اسباب الصراعات الدينيه والطائفيه الموجوده عندنا. فيا ريت انه كثير عالم بتمشي بهالشيء هذا، بيصير لهم يعني نفوذ كتقديم هالفكره هاي بالقرار بمراكز القرار الاوروبيه، لانه اذا ما صار هيك صعب. نحن دائما ومنذ آلاف السنين ناس مع الفرس وناس مع الروم، وبيروحوا الصعاليك فراطة بالنص. صحيح صحيح. طيب أعزائي المشاهدين، نحن وصلنا لآخر الحلقة. أخي زهير، إذا في عندك كلمة أخيرة تقولها للمشاهدين ولجمهور البرنامج، تفضل. كلمتي الأخيرة إنه كل إنسان عليه مراجعة سلوكياته، عليه أن يراجع سلوكياته. أنا ما بيهمني ماذا تعتقد، سلوكياتك على الأرض هي اللي بتحدد هويتك وهي اللي بتحدد إنسانيتك. إذا كان الدين متناقض مع الإنسانية، المفروض أنه تراجع شخصيتك. هاي كلمة أخيرة. طيب شكرا لك يا اخي زهير. اعزائي المشاهدين، يعني شكرا انا لك. بس بدي اوجه كلمه لاصدقائنا، يا جماعه لا تترددوا، يا ريت تجهروا معنا. يعني مهما تعتقد انك مثلا ما تقدر تطلع حتى بصورتك، انت تطلع صوت مثل اخي زهير. يعني المهم وصلوا افكاركم يا جماعه، وصلوا صوتكم، خلونا نحكي. يعني اذا ما حكينا ما حدا راح يسمعنا. أنا أشجع كل شخص نعم ملحد لم يجهر إلحاده، أرجوك اجهر اجهر، يعني بأي شكل من الأشكال اجهروا، خلونا نحكي بقى، وخلونا نكب هالإرث اللي ورثناه عن أهالينا، الإرث الثقيل هذا اللي راحنا وضيع مستقبلنا، وخلي ما يضيع مستقبل أولاد أطفالنا على الأقل. يعني نعم أعزائي المشاهدين، شكرا لكم، شكرا لك أخي زهير، شكرا شكرا لمتابعتكم، شكرا إلى لك، اللقاء في حلقة شكرا ثانية. شكرا كثير.